أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم كريبتو انفست سيفلي. اليوم جينا لكم بشرح لموقع جديد اسمه جرين بيت الكترو. كما ترون هذه الواجهة الرئيسية للموقع، هنا يقول لك earn from 10% per day، يعني 10% يوميا. هذا هو مشروع الموقع وواجهة الموقع. كما ترون هنا بعض الإحصائيات والمعلومات عن هذا الموقع، هنا الانفستسور وهنا انفستسور اونلاين، ناس بي اونلاين، وهنا الوركينج داي له 6 ايام فقط من العمل، وهنا بعض المعلومات عن الموقع اور كومباني. هنا يعطيك بعض المعلومات عن الموقع الخاص بهم، وهنا الترافيه الخاص بهم، وايضا بعض المعلومات. كما ترون هنا مثلا 24 ساعة يعطيك 110% أقل شيء للإيداع 1 دولار، وأكثر شيء 5000 دولار. وهنا يعطيك هذا المبلغ من النسبة المئوية كل ساعة. وهنا الخطة الثانية 115% لمدة يوم واحد، وأقل شيء للإيداع هذا 1 دولار إلى غير ذلك. هذه الخطط التي به، هنا لمدة 7 أيام يعطيك 300%، أيضا أقل شيء للإيداع 1 دولار. وهنا 12 يوم ب1200%. إذا هذه الخطط الخاصة به. هنا يمكنكم حساب الأرباح، تختارون أي خطة من هذه الخانة. مثلا الخطة الأولى تختارون طريقة الإيداع، يقبل كل هذه الطرق: بيرفكت موني، بيتكوين، إثريوم، لايت كوين، دوت كوين، الريبل، والبي إن بي، والتي آر إكس، والإكس إل إم، واليو إس تي تي. مثلا نختار البيرفكت موني. مثلا نقول إذا استثمرتم 50 دولار، هذه ستكون أرباحكم كل ساعة، وسترجع لكم ب55 دولار، يعني صافي ربح 5 دولار. وهنا بعض المعلومات الأخرى عن الموقع كما ترون هنا. هنا نظام الإحالة، وهنا طريقة عمل الموقع، وهذه بعض الإحصائيات: مجموع الإيداعات 300,000 دولار، مجموع السحوبات 140,000، وهنا اللاست ديبوزيت، وهنا اللاست باي أوت، كلكم رؤيتها من هنا، واليوزر نيم الخاص بالناس. إذا جيد. وهنا الأفلييت بروجرام، لديهم 3 خطط للإحالة. هنا يمكنكم رؤية الشيك سيرتيفيكيشن الخاص بهم، يمكنكم قراءته إلى غير ذلك. هنا الطرق التي يتعامل بها الموقع إلى غير ذلك، وهنا أنهم أونلاين ويمكنكم سؤالهم عن أي شيء أردتم. إذا طريقة التسجيل، تضغطون هنا على ساين أب، تملأون هذه البيانات يوزر نيم إيميل باسورد، وبعدها توافقون على الشروط وتضغطون على ساين إن. سأدخل الحساب الخاص بي. إذا ننتظر قليلا. هذه الواجهة الرئيسية للحساب كما ترون. للإيداع تضغطون هنا على Open Deposit، وبعدها ستختارون طريقة الإيداع، إما Perfect Money، Bitcoin، Ethereum، أي طرق من هذه الطرق من هنا. ثم ستختارون الخطة، إما الخطة الأولى أو الخطة الثانية إلى غير ذلك. وبعدها تنزلون على الأسفل، تدخلون المبلغ هنا، وبعدها ستضغطون على Open Deposit. مثلا سيعطونكم هذه المحفظات، ترسلون لهم عليها هذا المبلغ، وبعدها تضغطون على I have paid. نفس الطريقة لكل هذه الطرق هنا. وهنا للسحب تضغطون هنا على withdrawal، تختارون طريقة الدفع، تدخلون المبلغ ثم تضغطون على withdraw fund. طبعا أولا عليكم إدخال رقم المحفظة الخاصة بكم في الإعدادات. هنا الترانزاكشن ستوري، تجدون هنا جميع الأشياء الخاصة بالترانزاكشن. وهنا الديبوزيت، الإيداعات تجدونها هنا. وهنا بعض الإحصائيات عن الحساب الخاص بكم. هنا الريفرال بروجرام، هذا رابط الخاص بكم، رابطنا تجدونه أسفل الفيديو إن شاء الله. إذا جيد. وهنا السيتينج، من هنا يمكنكم إدخال المحافظ، إما البرفكت موني، بيتكوين، إثريوم، إلى غير ذلك. إذا هذه طريقة عمل الموقع بشكل كامل. وهنا باونتي أيضا، إذا أردتم القيام بالباونتي
يمكنكم إرساله من هنا.